بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض مع حضراتكم اليوم جدول ترتيب الدوري المصري بعد المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين 5 فبراير 2018. بداية عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. أقيمت اليوم الاثنين 5 فبراير 2018 مباراة في إطار منافسات الدور 22 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث التقى المصري البورسعيدي مع نظيره مصر المقصة، وفاز المصري على مصر المقصة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ليصبح ترتيب جدول فرق الدوري كالتالي: المركز الأول النادي الأهلي، حيث لعب 21 مباراة، فاز 17 مباراة، تعادل 3، هزيمة 1، النقاط 54. المركز الثاني الإسماعيلي، لعب 22 مباراة، فاز 13 مباراة، تعادل 6 مباريات، هزيمة 3 مباريات، النقاط 45. المركز الثالث فريق المصري، لعب 22 مباراة، فوز 12، تعادل 5، هزيمة 5، نقاط 41. المركز الرابع فريق الزمالك، لعب 22 مباراة، فوز 10، تعادل 6، هزيمة 6، النقاط 36. المركز الخامس فريق سموحة، لعب 22 مباراة، فوز 10، تعادل 5، هزيمة 7، النقاط 35. المركز السادس فريق إنبي، لعب 22 مباراة، فوز 8، تعادل 8، هزيمة 6، النقاط 32. المركز السابع فريق المقاولون العرب، لعب 21 مباراة، فوز 8، تعادل 7، هزيمة 6، النقاط 31. المركز الثامن فريق الداخلية، لعب 22 مباراة، فوز 7، تعادل 8، هزيمة 7، النقاط 29. المركز التاسع فريق الانتاج الحربي، لعب 22 مباراة، فوز 8، تعادل 5، هزيمة 9، النقاط 29. المركز العاشر فريق طلائع الجيش، لعب 22 مباراة، فوز 7، تعادل 8، هزيمة 7، النقاط 29. المركز الحادي عشر فريق بتروجيت، لعب 22 مباراة، فوز 7، تعادل 7، هزيمة 8، النقاط 28. المركز الثاني عشر فريق الأسيوط سبورت، لعب 22 مباراة، فوز 6، تعادل 8، هزيمة 8، النقاط 26. المركز الثالث عشر مصر للمقصة، لعب 22 مباراة، فوز في 6، تعادل في 7، هزيمة 9، النقاط 25. المركز الرابع عشر فريق الاتحاد السكندري، لعب 22 مباراة، فوز 4، تعادل 10، هزيمة 8، النقاط 22. المركز الخامس عشر فريق طنطا، لعب 22 مباراة، فوز 4، تعادل 9، وهزيمة 9، والنقاط 21. المركز السادس عشر فريق وادي دجلة، لعب 22 مباراة، فوز 4، تعادل 8، هزيمة 10، النقاط 20. المركز السابع عشر فريق النصر، لعب 22 مباراة، فوز 2، تعادل 8، هزيمة 12، النقاط 14. أما المركز الثامن عشر والأخير فريق الرجاء، لعب 22 مباراة، فوز 2، تعادل 6، هزيمة 14، النقاط 12. شكرا لك عزيزي المشاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.